تبى تبات اليوم واقف. حكيت حكيت. خلي روح خلي اكل. اخوي غلط الحساب هذا كله غلط. هذه هو رقم طاولتكم. شو رقم طاولتنا؟ عارفين رقم طاولتنا انا؟ شو محطين انت حي؟ تفضل. شو محطين انا في شو اسمه؟ يزر وخس وهذا شيء اراده من حن؟ الباستا اللي كليتوها مو بعادية. شو الباستا والباستا؟ شو الفرق بين الباستا مالكم والباستا مال المطاعم الثانيين؟ ما شا فرق. عطنا الفاتورة. روح شوف شغلك. ار. هذه الباستا باستا عالمية. هذه الباستا اسمها سيبستيانو روجيه باجيو. الفلفل من البرازيل والدهن من المكسيك. هذه اليلسة بس اليلسة على هذا المكان. وهذه الطلة كم تسوى؟ بطلال؟ مش معقول فول؟ ايه بطلال كان ما عندك خبر. وإذا أنت ناسني أنا بقول لك شيء بذكرك فيني. قم من ويهي قم قم من ويهي قم. أبوي أنت متعود على هالمطاعم اللي فيها جلاس شاي كرك مندلويش. لأبوي هنا بس أي شيء تضيف عليه لاتيه لاتوك إن شاء الله بصيني على راسك. يستوي السعر 60 درهم كم ما عندك خبر.